خلونا نبدا بابرز الاخبار اللي حصلت امبارح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل هاكان فيدان وزير خارجيه تركيا والوفد المرافق له في لقاء ركز على مستجدات الوضع الاقليمي والتصعيد الخطير في المنطقه. كمان امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين بالخارج، واللي عرض التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل هاكان فيدان وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء ركز على مستجدات الوضع الإقليمي ونذر التصعيد الخطير في المنطقة، وأكد الرئيس إن الشرق الأوسط بيمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة، كما شدد على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي لإنفاذ وقف إطلاق النار فوراً بقطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية، وأشار إلى تحذير مصر مراراً من خطورة توسع نطاق الحرب على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وأيضاً مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين بالخارج، وعرض وزير الخارجيه التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، موضحا ان التقرير تضمن كافه المبادرات والبرامج والمشروعات اللي تم تنفيذها في المحاور الاربعه للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، واللي تم اعدادها بمبادره مصريه خالصه بهدف الارتقاء باوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل السياسيه والمدنيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، وايضا تعزيز حقوق المراه والشباب والطفل وكبار السن وذوي الاعاقه من خلال تطوير البنيه التشريعيه والمؤسسيه ذات الصله ونشر ثقافه حقوق الانسان وبناء قدرات العاملين في جميع اجهزه الدوله. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر. خلال الاجتماع استعرضت مهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته أبرز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، واللي شملت صياغة مشروع قانون الحوافز اللي هتقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، المعدات والأدوات من ضريبة القيمة المضافة، وأيضا تحمل الخزانة العامة ضريبة القيمة المضافة اللي بتستحق على مباني هذا النوع من المشروعات، ده بالإضافة للحصول على الموافقة الواحدة. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستعراض ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وبذل كل ما من شأنه النهوض به تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، فقد تم العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الواعد استغلالاً لما تمتلك مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي. وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الصدد بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية والنقل والتوطين لأحدث التكنولوجيات المطبقة على المستوى العالمي في قطاع الصناعة وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب المصري. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية في اجتماع عقده. خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية بأن يكون هناك تصور محدد لبرنامج دعم الصادرات يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة والوصول لرقم 100 مليار دولار سنوياً في عام 2030. وأضاف مدبولي أنه سبق وأكد على السرعة في صرف مستحقات المصدرين بحيث لا تتجاوز مدة 3 شهور، وأن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة وأيضاً الحصول على أراضي جديدة. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأحمد كوجك وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعرض وزير المالية نتائج زيارته للعاصمة البريطانية لندن والمسار الإيجابي للقائه مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، حيث تطرق لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والفرص الاستثمارية بمصر في إطار اتباع الحكومة المصرية سياسات محفزة لزيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري.
امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات. وده خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 يوليو 2024، إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 ل 31 يوليو الماضي والتصنيفات الخاصة بهذه البضائع، سواء الاستراتيجية منها أو غير ذلك من مستلزمات صناعية وسلع غذائية وقطع غيار وغيرها من البضائع الواردة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من رجال المنطقة الغربية العسكرية بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. بيأتي اللقاء في إطار اللقاءات الميدانية اللي بتقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات اللي بترتبط بالقوات المسلحة. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الغربية العسكرية وما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهمهم وحماية بوابة مصر الغربية ضد أعمال التهريب والتسلل عبر الحدود، بالإضافة لأي عدائيات في ظل التهديد اللي بتمر به المنطقة، وطلبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية.